صلاح، نتمنى ان كمان يبقى عندنا يعني بعض المسؤولين في مصر يبقى على مستوى المسؤولية في التصدي لهموم وأزمات ومشاكل طاحنة بيعيشها المصريون، وأهمها الصحة. الصحة كنت لسه بقول بشوية مفيش فيها تفاوض ولا فيها تعالوا نتكلم مع بعض، يعني فيها آلام لا يتحملها بشر، لا تقبل الانتظار، لا تقبل المساومات والحلول الوسط يعني. وبالتالي مرضى الغسيل الكلوي لو ما غسلوش بتنتشر السموم في أجسادهم، آلام لا يتحملها بشر. بنهتم بيهم سواء المراكز اللي بيتم إغلاقها أو اللي ما فيش فيها إمكانيات. المركز ده في البحيرة وتم نقله للأسف الشديد، هو كان في قوم حمادة وتم نقله لقرية بعيدة، فبقى في معاناة. يعني تخيلوا المريض ده، احنا كنا لسه جايبين لكم قبل كده مرضى الغسيل فيروس سي أيضا، وبيتم نقل الأماكن إلى أماكن بعيدة، يعني تخلي الناس تموت لغاية ما توصل لها، بالإضافة إلى أن بيشكوا من أنه مفيش كهرباء، فيضطر الناس أنهم يسرقوا كهرباء عشان يتعالجوا، علشان يغسلوا كلاهم يعني. إلى المسؤولين في المحافظة، وتاني وتالت بقول المحافظات الحل هي اللامركزية، زي ما قال الرئيس السيسي كل محافظ مسؤول رئيس جمهورية محافظته، وبالتالي هنا هذه الهموم لا تقبل التأجيل أو الانتظار. من أجل أعمال الإحلال والتجديد نقلت وحدة الغسيل الكلوي من مستشفى كوم حمادة العام بالبحيرة إلى قرية بعيدة، قرية بيبان، وذلك في استضافة جمعية خيرية كي لا يتعطل عمل وحدة الغسيل الكلوي، غير أن المرضى فوجئوا بانقطاع الكهرباء عن الجمعية باستمرار. طبعا لما جينا هنا دي قرية، كهرباء الريف غير كهرباء المدينة، قابلتنا مشكلة بسيطة بس في الجهد اللي هو على المحول اللي بيغذي المكان. حصل طبعا مجلس إدارة الجمعية لما بلغنا السيد وكيل الوزارة، وحصل اتصالات مع رئيس كهرباء البحيرة، ورفعوا الجهد داخل المحول. لما أنا عارف إن في مشكلة بين المركز كمركز والكهرباء، في مديونية أو مطالبة تقريبا قالوا مرة 82,000 وما قالوا مرة 52,000، دي حاجة احنا كصحة ليس لنا علاقة بيها. دلوقتي الدكتور حمدي الوجدي بيقول انا ما عنديش مشكلة في موضوع الكهرباء، انا معايا موظف، فاتصلنا بمدير شركة الكهرباء في قم حمادي، قال انا ما عنديش خلفية عن الموضوع دي وما فيش موافقات. طب دلوقتي لو سيادتك دول فصلوا الكهرباء فجأة، ايه موقف المرضى دول؟ هيروحوا فين؟ كمان ان هم يعتبر ساحبين كهرباء مش يعني مش رسمي. لا مش رسمي لحد الوقت، مش رسمي. فوجئنا ان مشكلة الكهرباء القائمة حاليا والتي لم تحل هي العامل الاساسي بين شركة الكهرباء وبين وزارة الصحة، احنا مش طرف فيها. هم جم خدوا المكان كحق انتفاع، ومن اهل ومن حق اهل القرية ومن حق القائمين على هذا الصرح ان هم يستفيدوا بكل شيء نظير ان احنا اديناهم حق الانتفاع. الاول قبل ما تغسل هنا بتغسل بس كوم حمادة؟ كوم حمادة؟ طب قول لي المشوار على حضرتك من كوم حمادة اللي هنا بعيد؟ بعيد المشكلة من هناك لهنا انا بنجيب توك توك ب 70 جنيه، واكتر الايام ما معيش 70 جنيه بنقعد ما بنجيش الغسيل، بنجي تاني يوم تعبان. لسفة المكان دي بعيد علينا شوية ومكلف علينا، يعني اجل واحد بيجي ب 60 جنيه من هنا، فاحنا عايزين اعاني، والاعاني ما تكون جيش على طريق البسطات ولا تيجي في دينا هنا، عشان من القوه يا مات احنا ناس على الله ما معناش حاجه.